يا ساتر يا رب. تعالى يا واد اغطيك من الشمس. عامله ايه يا وزه؟ ازيك يا ام سمير، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. وازاي العيال عاملين ايه معاكي؟ الحمد لله كويسين. الله يعينك. يعينك ربنا يا حبيبتي. خلاص اتكتمت لما طلعنا. بتحب الخروج انت؟ بتحب الشارع يا صايع؟ يا وزه ابوك رجع؟ يا عم ميمي رجع من الشغل. تعالي مد ايدك كل افطاري معايا. خدي انا جايب اكل بزياده. تشكر يا عم ميمي. انت ايه مطوله عند ابوك ليه كده؟ لا انت ما بتعرفش اللي حصل يا عم ميمي. لا عارف، بس انا قلت احتمال الحال يتعدل وترجع بجوزك. يا لهوي متعدل ده ايه؟ ده انا ما صدقت اخد ورقتي وكل واحد يروح لحاله. الهي يكحمه مسرح ما راح. يا ساتر، سابلك الواد كده عادي؟ هو ده تفرق معاه عيل؟ ده حتى ما كلفش نفسه يلف وشه يبص في وش العيل. يا ساتر، ولا يهمك يا وزه، بكره ربنا يعوضك خير ان شاء الله. يعوضني ده ايه بس؟ والله العظيم انا ما صدقت اخد الورقه بتاعتي وكل واحد يروح لحاله. الهي يكحم الرجاله كلها. قطعوا. لا مؤاخذه والله ما اقصد، انت غيرهم، بس انت يا اخويا ما تعرفش انا شفت ايه معايا ايام سودة. شفت امك كانت بتحكي لي كده بساعات كده. صباح الخير يا ابو مين. صباح الخير يا ام منى. جبت الشغل جديد؟ لسه جاي امبارح. حظك اهو. لو ما هو ده اللي طلبته منك يا ابو ميمي؟ ما انا لازم افرجك على كل حاجه عشان احتمال حاجه تعجبك لمنى يا ام منى. لا انا همشي، ولما اجيب الشغل اللي طلبته منك ابعد عليه. او ابعتي منى. كملي اكلك يا وز. لا تشكر يا عم ميمي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. شد حيلك بقى يا هاني واثبت لنا ان قرار نقلك لهنا كان في محله. كله تحت رعايه سيادتك يا فندم. وكده كده المهندسين مش جديده عليك لانك ابنها وعايش فيها طول حياتك. ما هو انا عايش فيها طول حياتي بس المشكله ان انا ما اعرفش فين بور الاجرام فيها. وشغلتك انك تعرف، هو ده اساس شغلك. ها ناوي على ايه؟ ان شاء الله يا فندم ناوي اجيب على اللي يدلني في كل خرمه فيها. هتبتدي بمين؟ سمسرة يا فندم، ده بعد اذن سيادتك طبعا. كده صح. وطالما ابتديت صح يبقى هتوصل صح. يبقى بلغني اول باول باي جديد. طبعا يا فندم، تحت امرك بعد اذنك. دي مصر دي الحلاوة دي يا